محاولة لإرضاء المواطن المصري ومواجهة الغلاء، أطلقت القوات المسلحة سيارات محملة بالسلع الغذائية بالمناطق والميادين بأسعار منخفضة عن الأسواق بحوالي 25%، ويأتي ذلك بعد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الأسعار. بقول للكل اللي بيسمعني، خاصة الناس اللي هم ظروفهم صعبة، إن شاء الله آخر الشهر ده هكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب. بقينا ناكل اللحمة دلوقتي وناكل الخضار والفاكهة وكله، وربنا يبارك لنا في الرئيس السيسي ويحميه من الأعداء يا رب. أنا باجي لبتوع الجيش بصراحة مخصوص عشان أخد منهم الحاجة، لأن حاجتهم ممتازة. القوات المسلحة منزلة أسعار جميلة جدا، كيلو اللحمة بنجيله ب45 جنيه، بره ب85 جنيه. السلع هنا عامة في متناول الجميع، وأسعار طبعا مخفضة خالص عن اللي هي بره، يعني الحاجة مثلا بتبقى بتقل 2 جنيه 3 جنيه بكتير. شهدت الأسواق المصرية مقاطعة لبعض السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، إلا أن هذه السيارات جاءت لتنهي هذه الأزمات وتصبح السلع في متناول الجميع. القوات المسلحة لقيت فيها كل حاجة، فيها ما شاء الله بتجيب السمك وتجيب اللحوم وتجيب كل حاجة دلوقتي، فعملت وفر للحقيقة الناس كلها، بقت كل حاجة كل السلع بتجيبها من القوات المسلحة. هي فعلا الأسعار اللي هي بتاعت العربية بتاعت القوات المسلحة دي أولا أسعارها ممتازة وكويسة جدا، بس يعني يا ريت أنا أطالب يعني بتزويد العربيات. عايزين نبص للصعيد شوية، عايزين محافظة السواج ومحافظات الصعيد كلها تنزل لها الخدمات دي. عندنا كيلو القوطة ب10 جنيه، كيلو البامية ب15 جنيه، اللحمة ب75 جنيه و70 جنيه، فليه العربيات دي ما تنزلش الأماكن الأرياف؟ مشروع العربية ده ممتاز بس ينتشر، يعني في مناطق ما فيهاش عربيات خالص، ناس بتيجي من آخر الدنيا، يعني احنا بنصرفها بنعدي من هنا بنشوفها، في ناس في مبابة، في الشبرا، الحتة دي ما فيهاش عربيات. الأعباء تزداد على المواطن المصري، فوجود هذه السيارات التموينية بأسعارها المنخفضة يمكن أن يخفف من الأعباء على كاهله.